هو جزء من المشهد وليس المشهد كله، وبعض مما التقطته عدسة الكاميرا من مخلفات الحرائق التي حسب شهادات المتضررين لم تبقي ولم تذر في المنازل وفي الضيعات الفلاحية التي أتت النيران على أغلبها في عدد من قرى معتمدية تبرقة. غادروا مراكز الإيواء وعادوا إلى الديار بعد إخماد الحرائق، والأمل يحدو البعض منهم في العثور على ما قد تكون أغفلته ألسنة اللهب. ولكن كل لهبة عندي داخل الأجهزة الداخلية نتاع المنزل، الخزانة، البيبليوتاك، الدنيا كل ما عندي حتى شيء. كان وجه ربي ما خلت لي شيء، حتى اللبس نتاع الدري لبس ما خلت لي حتى شيء، كان وجه الله سبحانه وتعالى. وما قلت الذو كيف لهبت الماء مقصوص، لهبت لا مقالة لا دنيا لا ضو لا ماء، تباشي كل لهبت ما بقى حتى شيء، فروشات الجراري كل تلهبت. أهل الثانية ولا ما تبقى حتى شيء، بيت النوم معناها ما تبقى فيها حتى شيء، لا من فلوس ولا من بش وما تبقى لي حتى شيء. دار خويا تحت لقشة الثانية ناكل ماء في الخبز ما قعد لنا شيء. ما في 12 ولا ياخذ في معاناة بالانزلاقات، دار تاعك تشوف لها رجال هذا الخروج مش مهم. وتتابع خلية الأزمة بالولاية الوضع في القرى والأضرار المتفاوتة الناجمة عن الحرائق بعد السيطرة على أغلبها باستثناء بعض الجيوب المتبقية، فيما رفعت الإدارة الجهوية للصحة بولاية جندوبة درجة التأهب في كل المؤسسات الصحية بالجهة. تسخير 4 سيارات إسعاف بالمستشفى الجهوي بتبرقة وسيارة إسعاف سمور سيرفيس موبيل دورجانس دو ريانيماسيون لإجلاء المواطنين، تسخير 50 سرير أكسجين بالمستشفى الجهوي بتبرقة، وكذلك بالتنسيق مع سادة مديرين المستشفيات المحلية للمجاورة. قبلنا في المستشفى الجهوي بتبرقة 205 مصاب اللي هما كانت حالاتهم إصابات خفيفة الحقيقة، حالة اختناق. وبالإضافة إلى الرعاية الصحية، وفرت الإدارة الجهوية للصحة إحاطة نفسية بالمتضررين في ظل حالة الهلع التي انتابت عديد العائلات بعد محاصرة النيران منازلها. رعب تني دخوت غادي زعما الحماية زتني ولا دخوت والحمد لله ولاد. لا رحمهم لا جنب، مش معناها رعب، جنب أصل وبيتين في الخلية، معناها بيتين البر، الواحد ما نجمش يقدم النار يقدم الله. حالة فزع أكثر منهم خاطر برشا عائلات معناتها المشهد كان صعيب برشا، والناس كانت معناتها نفسانيا من متأزمة، هذاك علاش كان موجود أنه عندنا خلية معناتها إحاطة نفسية في ركزناها بالعيادة الخارجية. هذا وتناشد العائلات المتضررة من الحرائق السلطات والمواطنين التدخل للمساعدة في مجابهة الوضع وجبر ما يمكن جبره من خسائر في الممتلكات.